أكد جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي أن تأثير العقوبات التي عادت الولايات المتحدة فرضها على إيران أكثر فاعلية مما كان متوقعا، وأن تأثيرها قد ظهر بوضوح على اقتصاد طهران. وحول الاحتجاجات الشعبية، أوضح بولتون أنها غير منظمة وتلقائية، وهي ليست مؤامرة كما يدعي النظام. المهم في الاحتجاجات المتزايدة في إيران هو أنه حسب علمنا هي احتجاجات غير منظمة وتلقائية، هي ليست مؤامرة كما يدعون، هي بكل بساطة رغبة شعبية ضاقت ذرعا بسياسات الحكومة، وهي احتجاجات الفقراء والبسطاء الذين يهتفون الموت للنظام، وليس لأمريكا بل الموت للنظام.